أعزائي الطلاب طالبات الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا بكم في برنامج المدرسة النموذجية. درس جديد من دروس الفيزياء وإن شاء الله تستفيدوا بشكل جيد وممتاز في هذا العام الدراسي الذي أسأل الله أن يوفقكم فيه دوما وأبدا. أبنائي الطلاب الدرس الأول في الفيزياء كمية تحرك. كمية التحرك تساوي الكتلة في السرعة رمزيا يمكن رمز لها بكت يساوي كاف عين لاحظ السهم على عين يعني اتجاه التعريف هي مفهوم يعبر عنه بمضروب الكتلة في السرعة وحدة القياس هي كيلو جرام متر كل ثانية وهذا النظام الدولي جرام سنتيمتر كل ثانية وهو النظام الفرنسي أو نسميه طبعا بعض الأحيان بنظام جاوس العوامل التي تعتمد عليها كمية التحرك هي الكتلة وهي كمية قياسية السرعة كمية اتجاهية نوع كمية التحرك هي عبارة عن كمية اتجاهية قياس في اتجاه يساوي اتجاه أعزائي الطلاب كما شاهدتم في بداية الحلقة معنا موضوع كمية التحرك وبنعود من جديد إلى أول ثانوي وبنشوف بعض المواضيع التي ترتبط بهذا الموضوع ومن المواضيع اللي انتم تتذكروها معي وان شاء الله تذكروها بشكل جيد بعض الايش؟ الكميات الفيزيائيه، الكميات الفيزيائيه اللي اخذتها باول ثانوي هي لاحظ معي انا بنكرها هنا هي كميات قليله زي الكتله مثلا زي الزمن الزمن والمسافه هذه كميات اخذتها باول ثانوي اتمنى ان تتذكرها جيدا تتذكر كذلك ايش؟ وحداتها. أنت تتذكر معي ببساطة جدا الكتلة كانت وحدته كيلوغرام الزمن كان وحدته ثانية، والمسافة كانت وحدته المتر، هذه الكميات الأساسية، هذه الكميات الأساسية يجب عليك يجب عليك وأؤكد هنا يجب عليك أن تكون حافظ تماما، أولا ما نسمي وحدات هذه الكميات، لاحظ معي الوحدات وهذا جزء أساسي كذلك الرموز رموز الكتلة كاف رموز الزمن زاي ورموز المسافة اللي هي فا هذه نسميها كمية إيش أساسية كميات أساسية لاحظ معي كميات أساسية معنا ذلك أن هناك كميات أخرى مشتقة كميات مشتقة البعض يقول لي ما هي يا أستاذ طيب الكميات المشتقة بقول لك الكميات المشتقة ما هي السرعة أنت تذكر معي هذا المفهوم ما هو رمزه؟ عين ما هي أو ما هو قانونه؟ قانونه هو المسافة على الزمن لاحظ معي المسافة تقاس بالإيش؟ بالمتر والزمن يقاس بالإيش؟ بالثانية لاحظ معي إيش وحدة السرعة على متر كل ثانية السرعة مشتقة من من؟ من المسافة والزمن، إذا هذه لاحظ معي كمية ايش؟ مشتقة، إذا معك أساس ومعك هذه الكمية الآن اشتقاق مشتقة. العجلة تتذكر معي العجلة؟ بأول ثانوي ما هي العجلة؟ هي عبارة عن التغير الذي يحدث في السرعة، التغير الذي يحدث في السرعة، التغير الذي يحدث في السرعة كما تتذكر معي أن العجلة هي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على من؟ على الزمن هذه هي العجلة لاحظ معي اللي في البص كله هذه سرعة السرعة ايش وحدته؟ متر كل ثانية اللي بالبسط هنا السرعة ايش وحدته؟ متر كل ثانية ومعك هنا كمان الزمن تصبح معك متر ثانية تربيع إذا العجلة ايش وحدته؟ متر ثانية تربيع لاحظ معي هي مشتقة شوف مشتقة من الأساس لو جيت كمان القوة هذه كلها كمية أخذت أنا فقط أحاول تذكيرك بأول ثانوي عزيزي الطالب أحاول تذكيرك بأول ثانوي القوة هل تذكر القوة؟ ما هي القوة؟ القوة لو تذكري كانت عبارة عن الكتلة في العجلة لاحظ معي شوف الكتلة في العجلة العجلة هذه هي رمز الكتلة في العجلة لو اتينا ناخذ وحدة القوة، لاحظ ما وحدة القوة ايش القوة الكتلة كيلوغرام العجلة ايش؟ متر كل ثانية تربيع، شوف القوة ايش وحدته؟ إيه؟ كيلوغرام متر ثانية تربيع، شوف لاحظ معي هل هذه الوحدات خرجت عن الوحدات الأساسية؟ لا ما خرجتش كيلوغرام متر ثانية تربيع بس في الأخير قالوا هذه واحدة كبيرة كذا ليش؟ ليش ما نعمل ليش تلخيص بسيط ونعطي له تسمية؟ تكريما العالم اسمه نيوتن، فقالوا خلاص نسميها نيوتن. لما يجي يقول لكم ما هو نيوتن؟ بتقولوا لي بنفكه كيلو جرام، متر ثانية تربيع. نفك النيوتن، يفكوه. لاحظ معي؟ نيوتن ما هو؟ كيلوغرام متر ثانية تربيع. إذا لاحظ معي، القوة هي عبارة عن مضروب الكتلة في العجلة. الكتلة في العجلة هذا اسمه التعريف الرياضي كيلو او الكتلة في العجلة لكن التعريف الفيزيائي ما هو؟ التعريف الفيزيائي للقوة هو تأثير او هو مؤثر يؤثر على جسم فيغير من حالته يعني معي جسم ساكن جسم ساكن دفعته اتحرك اتحرك من السكون إلى الحركة إذا هذا مؤثر ايش نسمي هذا المؤثر؟ القوة إذا هذا نسميه تعريف فيزيائي لكن هذا تعريف رياضي لما اقول لك ما هي القوة بتقول لي الكتله في الايش في العجله هذه الكمية كمية كلها نسميها كميات مشتقه كميات مشتقه من اين مشتقه من الاساس الكتله والزمن والمسافه هناك كمان في اول ثانوي لو تتذكر اخر نقطه بقوله عن اول ثانوي اللي هي الطاقه وهذه كنا نسميها الطاقة الحركية أكيد أبناء الطلاب تذكروا هذا القانون اللي كنتم ترمزوا له بطاحة طاقة الحركة أو الطاقة الحركية هو نص الكتلة في السرعة مربع هذه هي طاقة الحركة لاحظوا معي هذا قانون طاقة الحركة نص كاف عن تربيع طيب ممكن نعطيها وحدة أيوة على الكتلة بإيش تقاس بالكيلو جرام السرعة بإيش تقاس بالمتر كل ثانية متر كل ثانية بس لاحظوا معي التربيع إذا هنا تربيع وهنا تربيع شوفوا يا وحدة كبيرة قالوا لا نلخصها شوية ونسميها باسم عالم اسمه جول لذلك بقول ما هو الجول هو وحدة طاقة الحركة هو وحدة طاقة الحركة الجول هو وحدة طاقة الحركة ويساوي كيلو جرام متر ثانية تربيع الآن بعود للموضوع الرئيسي ما هو الموضوع الرئيسي؟ الموضوع الرئيسي هو مرتبط بهذه الأشياء بواصل نفس الكميات نفس هذه كمية التحرك الذي أمامكم درس اليوم أخذته بأول ثانوي برضو ما هي كمية التحرك؟ وبعطيها تعريف زي ما أعطي التعريف للإيش؟ للقوة مثلاً إذا كمية التحرك هذه هي عبارة عن مضروب الكتلة في السرعة لكن إيش رمزه؟ نرمز له بكت لما تشوف كلمة كت اعرفوا أننا أقصد كمية التحرك إذا بقول كمية التحرك الكتلة في السرعة لاحظوا معي الكتلة في السرعة هذا قانون كمية التحرك أي جسم يتحرك يحمل كتلة ويحمل سرعة لما أقول لك ما هو أو ما هو تعريف كمية التحرك بتقول لي تعريفه التعريف التعريف لما تعرفه رياضيا بتقول هو كتله في سرعه كتله في سرعه اذا التعريف هو مفهوم يعبر عنه بمضروب الكتله في السرعه بس البعض بيسال يا استاذ ليش اخترنا الكتله والسرعه وسميناها كميه التحرك اذا في تعريف فيزيائي ليش ليش اخترنا كتلة في سرعة قالوا لأن الكتلة والسرعة هي التي تعطيك مفهوم عن التصادم يعني مثلا معي شاحنة كبير كتلة كبير وسرعة كبير ماذا, ماذا ما تتوقع من التصادم إذا اصطدمت هذه الشاحنة بتكون تصادم كبير ومهول إذا كمية التحرك تعطيك فكرة عن التصادم ولما أجي أعرف كمفهوم فيزيائي أقول إيش أقول المقدرة على التصادم هي المقدرة لاحظ معي المقدرة على التصادم على التصادم أو الاختراق يعني لو عندك رصاصة خرجت من بندقية الرصاصة بتخرج بسرعة ولها كتلة اختراقها قوي يعني كمية تحركها قوي لو مسكت رصاصة باليد ورميتها بيكون كمية تحركها ضعيف ليش؟ لأن سرعته صغيرة ومن ثم كمية التحرك تعبر عن التصادم إذا اصطدم شخص مثلا مع شخص اخر هنا يحصل تصادم السرعه والكتله لكل شخص تؤثر في هذا التصادم ولذلك بنقول هذه الكميه في بعض الاحيان وبعض المراجع يسموها الزخم الزخم ننتقل الى ما نسميه بنوع الكميه ايش نوعين؟ هناك نوعين اما قياسيه واما اتجاهيه الكميه القياسيه زي ما اخذت باول ثانوي دائما كمية يعبر عنها بالقياس وكذلك نقول عن الاتجاه او الكمية الاتجاهية يعبر عنها بالقياس والاتجاه. يعني أنا لما أتحرك إلى مكان بعيد أقطع مسافة وبعدين أرجع باتجاه المسافة تبعي أقول كم قطعت مسافة؟ أجمع المسافة الأولى زائد المسافة الثانية. إذا لاحظ المسافة تجمعي دائما. لكن القوة لا، القوة إذا كانت مع قوتين هنا قوة وهنا قوة يؤثر على جسم فلما أقول لك إيش المحصلة بتقول لي القوة الأولى ناقص القوة الثانية ليش؟ بتقول لي لأنه الاتجاه متغير يا أستاذ إذا هنا القوة كمية إيش؟ اتجاهية نفس الكلام كمية التحرك كمية اتجاهية بتقول لي ليش يا أستاذ؟ بقول لك الكتلة هذه كمية قياسية طيب والسرعة هذه بتقول لي كمية اتجاهية دائما القياس في الاتجاه يعطينا اتجاه، فإذا هذه كمية ايش؟ اتجاهية، إذا بكرر وبعمل رمز وبعمل اختصار، كمية التحرك هي مضروب الكتلة في السرعة، التعريف تبعي هو مفهوم يعبر عنه بمضروب الكتلة في السرعة، هي كمية ايش؟ اتجاهية، ما هي وحدتي؟ نصل إلى الوحدة، لاحظ معي وحدة كمية التحرك الكتلة ما هو مقياس أو وحدة كيلو جرام. السرعة ما هي وحدة متر كل ثانية هذه الكمية اسمها إيش وحدة كمية التحرك بالنظام الإيش بالنظام الدولي النظام الدولي ركز معي هذا النظام الدولي هذا النظام الدولي هذا النظام الدولي في القياس طيب في نظام آخر أيوة في نظام اسمه نظام جاوس وهذا النظام هو نظام كذلك موجود معنا لكن لا يستخدم بشكل كبير وتقاس الكتله بالجرام وهي وحده اقل من الكيلوغرام وتقاس كذلك هنا بالسنتيمتر كل ايش كل ثانيه هذه اسمها ايش وحدات جاوس او نظام جاوس اذا معك نظام دولي ومعك نظام جاوس السؤال الثاني والمهم على ماذا تعتمد كميه التحرك كمية التحرك تعتمد على الكتلة والسرعة لاحظ معي العوامل هذه نسميها إيش؟ العوامل التي تعتمد عليها ما هي؟ العوامل التي تعتمد عليها الكتلة والسرعة الكتلة والسرعة بكرر اختصار سريع كمية التحرك هي مضروب الكتلة في السرعة وحدته كيلوغرام متر كل ثانية نظام دولي ونظام قاوس جرام سنتيمتر كل ثانية على ماذا تعتمد هذه الكمية على الكتلة على السرعة لو زادت كتلة الجسم تزيد كمية التحرك لو زادت سرعة الجسم تزيد كمية التحرك إذا اختصارا بقول كمية التحرك تعتمد على الكتلة وعلى إيش على السرعة هنا سؤال بحاول طبعا أمسحها هذه النقطة هنا هنا وبطرح سؤال بطرح سؤال بسيط هذا سؤال اختبار شوف لاحظ معي سؤال اختبار إيش يقول صح أم خطأ صح أم خطأ كمية التحرك تقاس بوحدة نيوتن ثانية، شوفها نيوتن ثانية. طيب من احنا قلنا هنا كيلو جرام متر ثانية، طيب من فين هذه الوحدة؟ فك مع النيوتن الآن، شوف النيوتن فين؟ هذا اللي أخذته بأول ثانوية، فكه. لما تجي تفكه تقول كيلو جرام متر ثانية تربيع، شوف فكيت النيوتن. كمان باقي معك هنا ثانية. بتروح معك الثانية مع التربيع، بيصبح معك كيلو جرام متر كل ثانية، شوف هذه الوحدة هي نفس هذه الوحدة، بمعنى هذه الوحدة تؤول إلى هذه الوحدة، ولذلك نقول العبارة هذه إيش؟ صحيحة. من ضمن الأسئلة الاختبار الصح والخطأ كذلك، ممكن يقول لك إيش؟ تعتمد تعتمد كمية التحرك على الكتلة، اسكت. خلاص يقول لك تعتمد كمية التحرك على الكتلة اسكت طيب انت حافظة ان تعتمد على الكتلة والسرعة هل هذه الاجابة صحيحة؟ ايوة صحيحة لكن لو قال لك فقط فقط لا خطأ يعني لاحظ معي العبارة تعتمد كمية التحرك على الكتلة فقط خطأ تعتمد كمية التحرك على الكتلة صح طيب لو قال كذا تعتمد كميه التحرك على الكتله والسرعه تقول له برضو العباره صحيحه العباره صحيحه اذا بكرر مره اخرى كميه التحرك دائما تعبر عن مقدره الجسم على التصادم الكتله والسرعه هي تعبير عن مقدره الجسم على التصادم الدفع لو تذكروا من اول ثانوي هو القوة في الزمن. القوة في الزمن. بمعنى اخر لو بيدي هذا القلم الان وانا احاول اعطي له دفع، ايش بعطي له؟ بمسكه بيدي كذا وبعطي له قوة، انا 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 بعطي له قوة. بعض الاحيان بسحب يدي للخلف لا الخلف، لاحظ ليش اسحبه للخلف؟ عشان تستمر قوتي زمن معين وبعدين ينطلق. اذا لاحظ معي القوة التي بؤثر عليه ومن ثم اسحب يدي الى الخلف، ليش؟ عشان اعطيه زمن. لاحظ معي بعطيه زمن وقوه بحصل على دفع ولذلك لما اجي اشوف الدفع على ماذا يعتمد؟ بقول يعتمد الدفع على القوه القوه المؤثره زمن التاثير زمن التاثير ولذلك لاحظ معي عندما احاول ان اقذف حجر احطه بقطعه قماش واظل الف في الف في الف وبعدين ارميها ليش ليش الف في الف في الف في وبعدين ارميها عشان اعطيها زمن تاثير اذا انا بعطيها دفع هذا الرمح بيدي بعدها ممكن اجري 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 وارمي الرمح ليش اجري عشان اعطيها زمن تاثير عشان تظل قوتي زمن تاثير طويل الرصاصه البندقيه شوفوا هذه ماسوره البندقيه هذه الرصاصة الآن الرصاصة تأث... تتأثر بقوة لكن شوفوا كم زمن التأثير طويل فتروح الرصاصة بعيد دفع بعيد لكن لو كان مسدس مثلا هذه القوة بتأثر على الرصاصة لكن زمن التأثير إيش أقل ولذلك الدفع هو قوة في زمن تأثير هل هو كمية اتجاهية ولا كمية قياسية لاحظ معي القوة كمية اتجاهية الزمن هذا هو عبارة عن قياس اتجاه في قياس يعطينا اتجاه إذا الدفع هو كمية اتجاهية زي من؟ زي كمية التحرك الدفع يعتمد على القوة في زمن الإيش؟ في زمن التأثير ولاحظ كمان معي أن وحدة الدفع هنا وحدة الدفع هنا وحدة الدفع هنا وحدة الدفع هنا لاحظ معي بمسح هذه المنطقة بمسح هذه المنطقة وما زلنا بموضوعنا الرئيسي كمية التحرك والدفع الآن أنا معكم بالدفع ولاحظ معي الدفع بعيد مرة أخرى الدفع هو قوة في زمن يلزم إن ندفع جسم إن نعطيه قوة وزمن تأثير ما قدرش أنا طبعا أقفز وأنا في مكاني كذا لو حبيت اقفز من مكاني كذا لا ما بقدرش اقفز لكن ضروري اروح مكان بعيد اجري 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 اجري, أجري وبعدين اقفز ليش عشان اعطي لنفسي دفع اعطي لنفسي قوه واستمر هذه القوه زمن معين لكي اقوم ايش بعمليه الدفع اذا الدفع ما علاقته بكمية التحرك؟ بتقول يا أستاذ إيش علاقة الدفع بكمية التحرك؟ بقول لك شوف معي وحدة الدفع لاحظ معي وحدة الدفع ما هي وحدته؟ اللي هو الدفع ما هي وحدته؟ خذ من هنا قوه يعني وحده النيوتن والزمن ايوه الزمن بالثانيه شوف ايش وحده الدفع نيوتن ثانيه هذا بالنظام الدولي هذا النظام الدولي هذا النظام الدولي اذا بقول الدفع يؤخذ بالنظام الدولي نيوتن ثانيه فك فك الوحدات كيلوغرام لاحظ معي اللي هو النيوتن ايش وحدته او كيلو كيلوغرام متر ثانيه تربيع ومعك كمان هنا ثانيه بتروح ايش بيتبقى معك الان كيلوغرام متر كل ثانيه هذه وحده من؟ هذه وحده كميه التحرك يعني انه الدفع وحدته هي نفس وحده كميه التحرك ايوه يعني ايش يعني انه الدفع يتحول الى كميه تحرك هذا القلم بيدي الآن لما أعطي له دفع افرض أنا أعطيت له دفع 100 وتحرك القلم لما أجي أضرب كتلته في سرعته بتطلع 100 أي جسم يتحرك حصل على دفع ما فيش جسم يقفز من تلقاء نفسه ما فيش جسم يتحرك من تلقاء نفسه لا حصل على دفع طيب هذه الكمية للدفع تتحول إلى كمية تحرك بمعنى لو كان لدي دفع مقداره 1000 تأثر به جسم فكمية تحرك هذا الجسم ستكون ألف ولذلك بقول نقطة مهمة نقطة مهمة وهذه نقاط وأسئلة الاختبار كمية التحرك وحداته مع وحدات الدفع متساوية هي هي لذلك بتلاحظ معي هل ممكن أقول أن الدفع يساوي كمية التحرك هل كمية التحرك تساوي الدفع أيوة ولذلك بقول لك أسئلة السؤال سؤال اختبار بقول كده سؤال اختبار صح أم خطأ؟ واحد يمكن حساب الدفع بالقانون كف صح؟ هذه عبارة عن من؟ قانون كمية التحرك لكن في النهاية هذه الكمية بتؤول إلى الدفع لذلك بتقول هذه العباره صحيح يمكن حساب الدفع بالقانون طيب انا ممكن اقول كذا يمكن حساب كميه التحرك بالقانون قاف في زي صح او خطا ايوه صح من الفقرتين هذه فقرتي السؤالين هذين الصح والخطا ايش بستنتج ببساطه جدا بستنتج ان قوانين كميه التحرك هي نفس قوانين الدفع لو طلب مني بالاختبار احصل على الدفع او احصل على كميه التحرك هو نفس القوانين بعطيك مثال بعطيك مثال بعطيك مثال بعطيك مثال بقول لك كذا مثلا جسم كتلته 2 كيلوغرام وسرعته 20 متر كل ثانيه بقول لك احسب الدفع او كمية التحرك والدفع لاحظ معي انت الان لما تيجي تحل مسألة زي هذه البسيطة مسألة بسيطة ايش بتبدأ؟ تبدأ تكتب معطياتك المعطيات المعطيات اهم نقطة تبدأ بها بحل المسائل بتقول ايش اعطانا بالمسألة؟ اعطانا الكتلة اذا الكتلة تساوي 2 كيلوغرام أعطانا السرعة، هذا الجسم يصير بسرعة، ما هي سرعته؟ 20 متر كل ثانية. إذا شوفوا أعطاك كتلة وأعطاك سرعة. إيش بتاخذ من قانون؟ مؤكد بتاخذ القانون الذي يعبر عن الكتلة في السرعة. ليش؟ ليش؟ لأنه المعطيات تعبير عن الكتلة في السرعة. لذلك أنت لما تختار كمية التحرك وتقول المطلوب إيش هو؟ وتقول المطلوب كمية تحرك ايش من قانون اخذ اخذ القانون اللي يقول قاف زاي ولا اخذ القانون اللي هو كاف عين بقول لا باخذ القانون اللي كاف عين ليش لانه المعطيات معي توفي القانون فبقول ايش اثنين في عشرين يساوي اربعين كيلوغرام متر كل ثانية هذه وحدة كمية التحرك طيب طلب مني كمان الدفع شوفه طلب مني الدفع ونحن قبل شوية قلنا أن قانون الدفع وقانون كمية التحرك واحد الدفع يتحول إلى كمية التحرك الدفع يتحول إلى كمية, كمية تحرك إذا ممكن نقول الدفع يساوي برضو نفس القانون كافعين يساوي اثنين في عشرين 40 ممكن اقول شوف لاحظ ممكن اقول كيلو جرام متر كل ثانيه وممكن اقول نيوتن ثانيه عادي القوانين موحده بالنسبه لكميه التحرك والدف فقط ملاحظه ملاحظه اخيره ملاحظه اخيره حول هذه النقاط عشان تبقى في راسك بعطيك بعض الاسئله اللي ممكن في الاختبار تكون اسئله سهله بسيطه للعلم ابنائي الطلاب كميه التحرك والدفع هو موضوع بكرر مره اخرى خطوب اول ثانوي لكن هو مقدمه لموضوع فيما بعد بنسميها التصادم ولذلك انا قلت لكم في بدايه الحصه هذه انه كميه التحرك دائما هي تعبير عن التصادم تعبير عن التصادم كما قلنا لكم في آه هذا الدرس اليوم بننهي بعض الأسئلة المهمة وركز معي على سؤالين هنا آه هي اختيار الإجابات الصحيحة لاحظ معي السؤال الأول بيقول قسم كتلة 4 كيلوغرام وسرعته 2 متر كل ثانية فإن دفعه لاحظ معي قال فإن دفعه دفعه يساوي ثمانية نيوتن كل ثانية أنا الآن بختبر هل الكلام اللي يقوله صح ولا خطأ هل إذا ضربنا على الكتلة في السرعة بيعطينا ثمانية إذا الدفع بناخذه بالقانون الذي يقول أن الدفع يساوي الكتلة في السرعة ليش أخذنا هذا القانون لأنه المعطيات اللي أمامي كتلة وسرعة إذا بقول أربعة في اثنين ثمانية يعني كلامه صحيح أن الدفع فعلا يساوي ثمانية ليش لأنه لو ضربنا الكتلة في السرعة بتساوي فعلا ايش؟ فعلا تساوي ثمانية طيب افرضوا قال لي جيس كتلة أربعة كيلوغرام سرعته اثنين متر كل ثانية فإنه دفعه يساوي عشرة بتكون الإجابة خطأ هذه العبارة بتكون خاطئة إذا قال أن دفعه يساوي عشرة لأنه لما نجي نضرب أربعة في اثنين ما يساوي عشرة يساوي ثمانية لكن هكذا العبارة الذي أمامكم صحيحة أربعة في 2 يساوي ثمانية إذن العباره صحيحه اللي بعده السؤال يقول يمكن قياس الدفع بوحده لاحظوا ايش جاب لي داين ثانيه هذا هو النظام جاوس القوه يمكن ان تقاس بالنيوتن او بالداين ولذلك الدفع ممكن اقول انه اما نيوتن كل ثانيه او في الثانيه هذه وحده دوليه او نسميه النظام الدولي كما قلنا أو داين ثانية وهذا بنظام إيش؟ بنظام جاوس إذا بتقول يمكن قياس الدفع بوحدة داين ثانية طيب هل ممكن يقول يمكن قياس كمية التحرك بوحدة جرام سنتيمتر؟ أيوة صح برضو نظام جاوس لذلك إحنا بنحاول في المسائل نحولها إلى النظام الدولي المسائل بالذات نحولها إلى نظام موحد النظام الدولي الملاحظة الأخيرة واللي أعطب واجب ونشاط عليكم أعزائي الطلاب هو سؤال سهل وبسيط وسؤال كذلك أغلب ما تلاحظه في الاختبارات يقول لك اثبت أن وحدة الكتلة في السرعة مربع هذه الكمية اثبت أن وحدته بتساوي نفس وحدة قاف في إيش في زائد إذا انتهينا من موضوع كمية التحرك والدفع وإلى حلقة جديدة وموضوع جديد في الفيزياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا انتهينا اليوم من درس الفيزياء أتمنى لكم الاستفادة الجيدة من هذا الدرس وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.